توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل التحية والتقدير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقال سيادته عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: لقد أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. وأضاف السيد الرئيس: ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله. أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح في مطار القاهرة رئيس جيبوتي، والنهاردة هيتم عقد مباحثات قمة في قصر الاتحادية لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع امبارح تابع فيه الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجامعات الأهلية كأحد الروافد الجديدة والمتميزة اللي بتتيح فرص الحصول على تعليم عالي بمستوى دولي، وده من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية. أيضا امبارح الدكتور مصطفى مدبولي تابع أهم ملفات العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر. وخلال الاجتماع تم التأكيد على ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بنسبة 28.2%، وده كان خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022. وكمان هيتم إطلاق تحديث لمنصة خريطة مصر الاستثمارية خلال الأسبوع اللي جاي لإتاحة عدد أكبر من المزايا للمستثمرين. لسه مستمرين في أخبار رئاسة الوزراء، كمان امبارح رئيس الوزراء تابع موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، خاصة فيما يتعلق بالمبنى الخاص لمراكب الشمس والتجهيزات اللي بتتم لعرض القطع الأثرية، ده غير تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف. وقال الدكتور مدبولي أن في تكليفات من السيد الرئيس بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال مع الاهتمام بجودة التنفيذ. امبارح كمان في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أخبار عن أنه محطات الطاقة الشمسية في مصر توقفت عن العمل، وده بسبب انخفاض درجات الحرارة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الكهرباء، واللي بدورها قالت أنه هذا الكلام غير صحيح ومفيش أي محطة تعطلت عن العمل، بالعكس كل محطات الطاقة الشمسية بتعمل بكامل طاقتها على مدار السنة، لأنه تم بناء المحطات في مواقع بتتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام السنة. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر تقرير وكالة فيتش سولوشنز الخاص بالصادرات المصرية الكيماوية، واللي رصد ارتفاع انتاج قطاع البتروكيماويات في مصر ليصل ل 3,034,000 طن خلال العام المالي 2020 و2021، وكمان حقق القطاع نمو في الإيرادات بنسبة 50%. وقالت الوكالة أن المشروعات اللي تم تنفيذها في قطاع البتروكيماويات هتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة النفط والغاز. أما وزارة الداخلية فنشرت فيديو امبارح بيوضح الجهود اللي قامت بيها أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال شهر، والقضايا اللي تم ضبطها في مجال الأمن العام. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عملت 2266 عنصراً إجرامياً والمصرع عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، سرقة، مخدرات، قتل، وبحوزتهم 1237 قطعة سلاح ناري، من بينها 148 بندقية آلية و183 بندقية خرطوش و43 مسدسا و862 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 240 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4092 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3421 متهما، من بينها 584 بندقية و328 بندقية آلية و212 مسدسا
و2968 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات و438 خزينة، إضافة ل 6122 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة، وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 43 تشكيلاً عصابياً ضموا 131 متهماً قاموا بارتكاب 292 حادث متنوع. كما تم ضبط 557 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 259 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 418 متهماً. كما تم إعادة 17 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,188,477 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 8,428 حكم جناية، من بينها 7 أحكام بالإعدام و498 حكما بالسجن المؤبد، وعدد 670,176 حكما جزئيا، و115,770 حكما مستأنفا، و1,092,983 حكم غرامة، و301,120 حكم مخالفة.